قبلت ساحات الحراك الجزائرية خبر سقوط الرئيس السوداني عمر البشير بفرحة ذكرتهم بسقوط رئيسهم عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام. لكن كثيرين يؤكدون أن مشوار الانتقال السياسي ما يزال طويلا، سواء كان ذلك في السودان أم في الجزائر. في ساحات الحراك ينشغل الجزائريون برئيسهم المؤقت الجديد، يريدون إسقاط بن صالح، وخبر سقوط مشير السودان لم يغب عن الأذهان. الشعب السوداني مقهور من جهة الشيخ البشير البشير أنه رئيس لازم يتنحى من أجل السيادة السودانية، من أجل الجمهور السوداني لازم يكون حراك سياسي في السودان من أجل التغيير السياسي. الجمهورية والمملكة مش نفس الشيء، ما من حق الشعب يرفض هذا الامر كما رفضوه الجزائريين، رفضوه السودانيين، والعقوبه ان شاء الله للشعوب وحده اخرى ودول وحده اخرى تخرج من الاسر تاعها ان شاء الله. بشرى سقوط البشير تدوي في ساحات الجزائر. الزعماء بفخامتهم بسنين مكوثهم في الحكم باتوا اهون من اوراق الخريف، يتساقطون ولو في قلب الربيع. ذكريات جزائرية في مدينة أم درمان السودانية، مباراة كروية كادت تعصف بالعلاقات بين الجزائر والقاهرة. وقتها كان حكم مبارك أراد أن يصنع انتصارا سياسيا من رحم ملعب أم درمان. الشعب السوداني ما تربطنا معه غير علاقة أخوة وصداقة ومحبة، وما تمنوا له غير يعني كل خير. يعني استضفنا في مباراة أم درمان، يعني احنا كجزائريين استضفنا استضافه يعني طيبه، ونتمنوا له كل خير، نتمنوا له كل خير والديمقراطيه ان شاء الله للشعب الصادق. شباب الملاعب جزء مهم في حراك الشارع الجزائري، كثير منهم تنقل الى ام درمان لمؤازره الفريق الوطني في اخر مباراه مؤهله لنهائيات كاس العالم 2010 بجنوب افريقيا. بوتفليقة خصص طائرات عسكرية لنقلهم، أراد أن يصنع مجدا كرويا. بعد سنوات سقط بوتفليقة، هتافات شباب الملاعب العائدين من أم درمان هي من أسقطته. ومصير بشير السودان لم يختلف، بين العزل والاستقالة والقتل. كتبت انتفاضات الشعوب نهاية زعماء عرب كثيرين. في ورود الجزائر ثمة شيء من ألوان الراية السودانية، ما يجمع الجزائريين بالسودانيين أكثر من علم، أكثر من مباراة كروية بقيت عالقة في الأذهان. فالبشير وبوتفليقة سقطا في ربيع واحد. من أمام مبنى البريد المركزي، صابر أيوب، العربي، الجزائر.